بعد نجاح موسمين من برنامج الموضة العالمي فاشن ستار بنسخته العربية، وبعد فوز 2 من أفضل مصممي العرب، صار وقت انطلاق الموسم الثالث من فاشن ستار. فاشن ستار يلي بياخدنا لعالم الموضة والأناقة بكل تفاصيله، بيعطي فرصة كبيرة لكل المشتركين انه يبتدوا مشوارهم بطريقة صحيحة، يطوروا الموهبة يلي بيملكوها ويتأقلموا مع سوق العمل، خاصة أنه بيقيمهم وبيرشدهم أخصائيين محترفين بعالم الموضة تحت إشراف المصمم العالمي ريم عكرة. ١٣ مصمم من كل العالم العربي وصلوا ليتنافسوا على اللقب، لحظات وبتتعرفوا على هوية المشتركين يلي رح يتبارزوا هالموسم، لحظات وبيبدأ برنامج الموضة الأول والفريد من نوعه بالعالم العربي فاشن ستار. سيداتي سادتي، رحبوا معنا بعارضة الأزياء ومقدمة البرامج ليلى بن خليفة. مساء الخير. مصممين كتار بعالمنا العربي وصلوا للعالمية من خلال أجمل الأزياء وأرقى الإطلالات، وفتحوا الطريق لكثير من المواهب الشابة لتحلم بالشهرة. وبرنامج فاشن ستار هو البرنامج الأول من نوعه بالعالم العربي اللي بيعطي فرصة لهالمواهب إنه تحقق حلمها. اختصاصيين بعالم الموضة والأزياء جاهزين ليرافقوا المشاركين بمشوارهم ونسمع آراءهم بكل التصاميم. نستقبل لجنة تحكيم برنامج فاشن ستار بالموسم الثالث. عارضة الأزياء هناء بن عبد السلام. وهالموسم رح ينضم عضو جديد للجنة التحكيم، The Fashion Consultant وصاحب محلات Slow Wear وTrunk ببيروت، نديم شمس. كل سنة بفاشن ستار ضيف بينضم للجنة التحكيم ليشاركهم الآراء والاختيار انطلاقاً من خبرته بمجال الموضة. وضيفة البرايم الأول لهالموسم رئيس التحرير مجلة لها النسائية الأسبوعية فادية فهد. قدراتها على صناعة الجمال وإبراز المرأة بأبهى إطلالاتها جعلت أزيائها تكون على أغلفة أشهر مجلات الموضة بالعالم مثل فوغ وآل وغيرها. المصممة العالمية ريم عكرة. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك كريم. هيدا الموسم الثالث اللي بترافقي فيه المشتركين، خبرينا شو كانت تجربتك خلال هذه السنين؟ تجربتي بفاشن ستار كانت رائعة جدا.
فاشن ستار منه بس تي في شو، فاشن ستار بالنسبة لي مدرسة، مدرسة بتعلم مهنة الديزاينر. حبيت ارجع اعطي لبلادي يلي انا انعطالي. انا بالنسبة لي فاشن ستار اعتبرته كأنه ولد من ولادي. قررت انه اتدخل بكل شيء، نبلش بتنقيه الديزاينرز باشهر قبل، بيجوا لعندي مئات بورتفوليوز من كل بلاد العربيه. هيدول الديتيلز اللي نحن انا بحب اعطيهم لا فاشن ستار ولا الورك شوب تبع فاشن ستار كثير مهمين. بتدخل بالديتيلز، بتدخل بالدبابيس حتى اللي بنستعملهم، الوراء اللي بيشتغلوا عليهم نون ستوب ورك 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 ورك. بحس انه فاشن ستار فيها روح الموهبه وروح الحياه وروح الالوان ومثلي. كل شيء حطيته بحياتي جرب حطه بفاشن ستار، بحس انه ذات الشيء هو مثلي. ريم، وجودك ببرنامج فاشن ستار هو اضافه للكل، اهلا وسهلا فيكي. كل أسبوع مهمة جديدة بانتظار المصممين، ومهمة الأسبوع الأول مثل العادة منتعرف من خلالها على شخصية وأسلوب كل مشترك بفاشن ستار. والسنة هالمهمة منها سهلة أبداً، لأنه كل مشترك لازم يورينا بصمته الخاصة من خلال تصميم واحد بس. ابتدأ التحدي الفعلي. وبعد طول انتظار صار الوقت لنتعرف على أفضل 13 مشترك وصلوا ليتنافسوا على لقب فاشن ستار 2018. خليكم معنا بعد الفاصل. برنامج الموضة العالمي فاشن ستار سيزن 3 بيتابع عبر تلفزيون دبي ودبي وان، البرنامج اللي بيعطي المشتركين فرصة لينطلقوا بسوق العمل بشكل محترف. نتعرف على أول 3 مصممين وانطلاق ورشة العمل. طول بفوكس على الديتيلز بالميكروسكوب. المدرسين كانوا طول بيقولوا لي الديتيل ده مش هيبان، اولويز يوز ذا ماجنيفاينج جلاس، انه لا انا هشوف. اسمي فرح والي، من القاهره مصر، عندي 22 سنه. انا اتولدت في الامارات، عشت 8 سنين هناك. من على سن صغير قوي مشيت من الامارات ورحت مصر، وقعدت اشوف انه قد ايه الناس بتلبس مختلف في اماكن مختلفه. من وراء الاختلاف ده حسيت انه لقوني وانا اقدر اعبر عن نفسي بيها كانت فاشن ديزاين. من هنا دخلت في عالم مش عارفه اطلع منه لغايه دلوقتي. وبعدين سافرت وانا 16 سنه ايطاليا ادرس حب حياتي فاشن ديزاين. انا جاهزه الفاشن ستار، وهنشوف هنروح فين بعد كده. My name is Mohammed bin Shalal. I'm 33 years old. I am from Morocco, but I live in Amsterdam. I remember when I was a very little kid, when I bought new clothing, I would take them up to my room, tear them apart, and make something new out of it. And I would wear it the next day to school, and people were like, wow, what is that? And then I really had the feeling like, I can do this.
At the age of 17, I moved to the big city and lived on my own. I studied a fashion design course for 4 years. I've actually done everything by myself. This was a very important chapter in my life, becoming the man that I am today. So recently I opened a shop named after my last name, Ben Shalal. I'm absolutely sure I took the right decision to leave my shop and to be a candidate as fashion star. I'm very excited and very driven, and I can't wait to show my designs. اسمي مياس النوفلي، عمري 35 سنة، من سلطنة عمان، متزوجة، عندي بنت وولد. درست الفاشن في إيطاليا في ميلان فاشن كامبس. الكورس اللي خضيته في إيطاليا أعطاني دافع أكبر إني أفتح بوتيك الخاص، وسميته على اسمي مياسة ديزاينز. لما اختاروني فاشن ستار كثير فرحت، لأني كنت أتابع بالفيرجن الأمريكي والفيرجن العربي. تاسك الأسبوع ده المفروض نعمل ديزاين ببين الكاركتر بتاعنا في الفاشن ديزاين. It's a personal task يعني. ستايلي is a combination بين اوت كوتور، في نفس الوقت بحب البنك، لأنه بتميز إن أنا بعمل 3D outfits، على طول بحاول إن هي تكون moving art piece حتى لو هي المفروض تكون commercial وسلب. التحدي الأول كان تصميم يعبر عنه، لأني أنا بحب أعمل شغل يد، مزجت شغل اليد، مزجت الكاجوال شيك معاه، حاولت إني أعمل بطريقة إنه يعبر عن شخصيتي. I can describe my style. It's very classic. It has a modern twist. I always like to play with volume. Very elegant, but it's still young and fresh. Hi. Hello. Hi. Hello. Hello. Mahaba. Muhammad. My name is Muhammad. I am working on my first outfit. I came up with the idea to design a pantalon with a button-down shirt with extreme big balloon sleeves. I can show you, it's like a double layer and it's all hand stitched only in the sleeves, because with sleeves we want to have it very puffy and the rest very relaxed. محمد حسيت انه عنده فكره كثير واضحه وين بده يوصل. بده جرأة الواحد يعمل بنطلون اسود وبلوز بيضاء باول حلقه. الايدنتيتي بتاعتي هبينها في الاوتفيت دي، بان انا هعمل بس دينم عليه الستريشن من ورا، ابليكي ديفرنت تايبس اوف ليذر نص وش، وهعمل بنطلون ري. البلوزه هتكون بماسترد باند شيرت شيرت دينم جاكيت يس. الوان كثير غامقه داكنه، فما بحس في هالصيف هيك الوان اوريدي يعني غلط. حسيت انه الفكر اوف سمر مش لازم يكون شيفون وحاجات بتطير و... يعني بدك تقولي لي انت هيدا بتلبسيه انت بالصيف بمصر؟ بصراحه لا عن جد يعني ما... مصر الدنيا حر، بس انه هيدي شو هيدي؟ هلبسه في اي ايفنت انا عايزه اروح، انه لو دينر او ايفنت هيكون في اي بلد عربيه هيكون في تكييف. اوه لا لا، هي مش عايز تلبس الوان كتمه في الصيف، هي حره برضه يعني. 99% ما بيلبسوا هيك بالهيدا، في انت قلتي بتلبسي هالشيء. هي بس خمت بحالها وهي بتصمم لحالها، ما منها بتصمم لكل العالم. وشي انسست هي بتعرف حالها اكثر، انه هيك تصميم بينلبس بس، وهي اول شخص بتلبسه بمصر بالصحراء. الفستان مكون من توب وبنطلون. التوب راح يكون شوي دراما، وراح اعمل عليها ال 3D ديزاين. وليه نقيتها الاحمر هيدا الغامق هيدا؟ احب اشتغل شغل اليد، فحسيت الذهبي رح يبين اكثر. انا مشكلتي انه عم تعملي كل شيء تيشو تتبين هيدا، يعني بدك تفكري شوي على التيب، على الازياء، مش بس على كل هدفها انه تعبر كارتست كفنانه، مش كمصممه ازياء. برجع بقول لك، اذا انت بدك تعملي ازياء بس تتفرجي قد ايه انت فنانه بالديتيلز تبعولها بالتفاصيل تبعها، أيوة.
مش فاشن ستار، بركي ارت ستار او ديتيل ستار، بس مش فاشن ستار. ظاهر انه كان في سوء فهم او شيء، انا بروحي ما كنت فاهمه نفسي يعني. انا بدي اقول لك انه تصميم ضعيف، عندها شغل كثير قدامها. هم جو في وقت انه خلاص قصيت القماش حتى يدوب كفاني اني اعمله. مرحبا. I thought maybe to have a little bit of color, so I'm now working on having some special kind of ribbon bow for in the hair. I think it's very nice to have something, a little touch of color in their hair. So maybe you can kind of pleat this. Exactly. In a way, maybe you put some of this volume, I don't know. To make a head accessory, she advised me to use some kind of a filling to make it a little bit stiff. So maybe it's something like this. I'm very curious what the outcome is. شو هاي الابليكي للذي عملوه على ظهر؟ كيف عملتي الليزر كات؟ لا بإيدي. واو. For me it's an art piece. يعني أنا بالنسبة لي it's a piece of art. فمبسوطة قوي إني قدرت تفهمني، فاهمة يعني إيه art piece، وفاهمة يعني إيه شغل، وفاهمة يعني إيه تعب. I respect identity و I respect an artist. So good luck. Thank you. هو شعور مختلط بصراحة بين التوتر والفرحة، يعني لازم التوتر يكون من أول برايم. يعني النهاردة أول برايم لينا، من كتر متعب ومفيش نوم. تحمسة كمان أسمع الفيدباك على الجوجز قوي، يا رب يعجب. نستقبل أول مجموعة على رانوي فاشن ستار. شفتي هوية المصممين في أول مجموعة؟ فرح الايدنتي تبعيتك بالنسبة لإلي واضحة جداً جداً. الفوليومز تبعولك كتير حلوين، بس القدام والورا مش مناسقين مع بعضهم، لازم ننتبه على هالإشياء. فرح شايفة الهوية تبعها، بس بدها تشتغل أكتر على تنسيق القماش مع بعض. التصميم تبعها حلو، بس معجوق فيه قسم من البلوز والفستان معجوق بالنص. أنا لقيت هالمنطقة هايدي بالنص كتير معجوقة وبلعازة. فرح في الميكسشر أوف فابريكس تو ماتش، ويمكن البنطلون ممكن ينشغل بطريقة أخرى تتوافق مع الفوليوم يلي موجود فوق. نديم شو رأيك؟ لمياسة. مياسة طلبنا منك تشتغلي، لكن النتيجة منا بالمستوى المطلوب. وبعدين بتسأل شو دوره هالبنطلون بهالفستان؟ لحد هلا مش عم بفهم. زبطين سوا؟ لا ما زبط. ما زبطين. خلاص اتفقنا. أوكي. مش زبطين سوا. أوكي. والمدل كان فركش 3 مرات يعني. الحمد لله على السلامة. الفستان كان معجب، كان عجقة بين التوب والتنورة، ما كان لازم تعجية هالقدة. شكلك عم تحطي أفكار كتير بزيت الفستان. الذهبي يمكن لقيته شوي it's too much. القسم الأعلى أجمل من القسم الأسفل، كان لازم يمكن ترجعي تفكري فيه مرة تانية. هنا بن عبد السلام، شفتي شخصية محمد في المجموعة الأولى؟ كتير حبيت التصميم، وبشوفه لبس ومودرن وحديث وكل ما انت شو بتحب. كتير كان حلو.
زنبه فيك تعبر حالك بقوة أكتر بس ما فيني أقول شيء يعني تخلينا نشغل شغل ممتاز فوليوم يعني تنفيذ من أحسن الخياطين بالعالم الموضة هنيك على هالسمبلستي بالألوان وبالبروبورشن تبعولك برافو عليك سمعنا رأي اللجنة بأول ثلاث مصممين وبذكركم بقواعد اللعبة إنه كل مشترك لازم يحصل على 4 نجوم من أعضاء اللجنة ليكون بأمان أقل من هيك بيدخل بدائرة الخطر Good luck designers هنا علامتك لفرح Gold star Gold. Gold star. معقولة ما أعطيها gold star. Gold star. مع gold star من عند دريم بيكونوا عندك 4 gold stars وتكوني بأمان. 4 gold stars. مبسوطة. حسيت إنه فهميني وفهمين إن أنا عايزة أقوله. شو بتكون علامتك نديم لمياسة؟ رح أعطيك جولد ستار تشجعك بالشغل اللي عملتيه أنا ما بشوفني اللبس نو جولد ستار طب بشجعك بعطيكي جولد ستار وحدة مع جولد ستار وحدة بتكون عندك 3 جولد ستارز وبتبقي بدائرة الخطر نشوف آخر شيء إيش بيصير صح؟ أنا متفائلة بعدني متفائلة لحد آخر شيء متفائلة نوصل لمحمد ونشوف علامتك هنا جولد جولد ستار جولد ستار وحدة لكل كم عملته لأنه هيدول الكميم اللي بيعرف كيف مركز ونعملهم بيعرف إنه بيستاهلوا 2 جولد ستار ألف مبروك 5 جولد ستارز لمحمد 5 stars for the first prime I'm really really happy منتابع حلقتنا بعد الفاصل انترونا فوزية نجلة وعثمان جاهزين لأول رانوي خلونا نشوفهم سوا رسمت مش كتير زعلان فوزية جمالي من تونس عمري 41 سنة نعيش في إيطاليا عندي 10 سنين متزوجة وعندي بنية عمرها عامين تو عندي البراند متاعي فوزية جمالي بإيطاليا أنا ميتو أمي وبابا وأنا في إيطاليا ما نجمتش أروح باش نودعهم لأنه كنت نستنى في أوراقي باش يكملوا إذا كان باش نروح نخسر العوام اللي قضيتهم في إيطاليا ميتت أمي قبل It's been a long time coming. هي الحكاية ليها برشا لكن أنا ما روحتش لتونس مليميتو خايفة نروح من الجيش أمي وبابا بالنسبة لي ما زالوا حيين وقت اللي ميتهم هما حسيت روحي ضايعة ما عنديش فاميليا وقت اللي جبت بنتي حسيت روحي دي نوفو جو في فيغ انا وقت اللي حبيت نشارك في فاشن ستار زوجي شجعني لكن انا لاخر وقت ما صدقتش باش نخلي بنتي وحدا ونجي لهنا انا لهنا على خاطرها زيدا خاطر نتمنى لبنتي مستقبل ظروف احسن من اللي عشتها دارك ايس كيعجبوني بزاف الالوان اللي غامقين
Pour moi, des yeux dark, ça représente le noir, ça représente les couleurs sombres. اسمها القامح 25 سنة من المغرب من مدينة زازا ملي كنت صغير كنت ديما كنرسم دي سيلويت دو فام مي ما كنتش عارف بلي إلا اكزيست ان ميتي دو ستيليز اون فوا خديت الباكالوريا قريت في الجامعة كازا مودا اكاديميك هي لا بلو كروند ايكول دو مود سي لا او جي او ما فورماسيون دو 3 ans اي جيتي توجور بارمي لي بروميير من بعد التخرج ديالي من ليكول جاتني ديريكتومون الفرصة ديال الاشتراك في فاشن ستار هي فرصة كبيرة بزاف أحس نفسي شخصية قوية ما أخلي حد يغلط علي ولو غلط أخذ حقي وزيادة اسمي نجلة إدريس عمري 32 سنة من السعودية تربيت في لندن ورجعت على السعودية لما كان عمري 11 سنة نقلت على بوسطن ماساتشوستس وكملت دراستي بالفاشن نقلت على جدة وآي لونش البراند حقي باسمي نجلة إدريس غلطوا في الاسم IDRIS هذا اس يمكن ما حنبسط لازم يغيروه واي لا سيريسلي شو كنت عم يغيروه ما غيره اذا ما حيغيروه لي انا حغيره فول ستوب اند اوف ستوري اتس ماي براند يعني الستايل تبعي كثير ستراكشرال احب سيلواتس الكلاسيك بس ادخل فيها المنتس العصريه او الكونتمبوراري My signature, I like always to create des coupes qui sont structurées avec des matières qui reflètent ombre et lumière. Pour avoir une référence, j'ai choisi le scarabée. Je mets la matière dialogue qui reflète l'ombre et lumière. Ça aide les lignes droites. ستايل متاعي متمثل بيستعمل الجلد ومزجوه مع الأقمشة الخفيفة باش نعمل كونتراست تعجبني برشا الألوان الغامقة أول حاجة رسمت السكتش ديالي لي بليك يعبروا على لو ديتاي على البريسيجن ان ذا ورك اتس سو امبورتنت تو بالانس بين ذا كلوز اند بلين اون اكسسوري تو ميك ذا سيلويت مور سبيشال عاصم عثمان هي هاو ار يو شفتني لو ستيل تاع هنا بزاف سورتو لا كوب تشيفل لي غون اللي كانت لابسه سيتي واو اول كرياسيون تاعي كانت اون روب اون بابي شيف على هنا وندوخ فيا وما طلع فيا هنا انسي ما بيطلع فيا بدك تحكي معي اذا لا بفل في ناس بدك تحكي معي قدرت نعمل بنطلون مع توب التوب بنحط فيه الجلد مع التول البنطلون كاب دوبلا التسويل اللي انت استعملته من فوق وهذه معاه هذه لاصقه فيه ما نشوفهمش يمشوا مع بعضهم انا نتصور ان هذيك البوان فور اللي في الاوتيت بتاعي كل شيء عم تعمليه من فوق والحلقة عم تعمليها تحت يكونوا منسقين ما في تناغم بين القسم الفوقاني والقسم التحتاني تبع الديزاين تبعها لأن إذا ما حليتي هالمشكلة ما رح نفهم شيء شوي خايفة أنا حاسة حتى ليه ما بقاش حد إلا بهالشغلة نفس الشيء بس انا ما عم بعرف شو بين اثنين ضعت حتى ريم لا ماركي له لا ميل بروبليم احنا بعدنا ما ضبطناه بس مبينه انه ما راح تزبط ان شاء الله الموديل وقت اللي يكمل يعطي فكره غير في شيء كثير حلو هون في شيء مش حلو هون اي ويل ليف ات تو يو انا فكرت انا ما عنديش وقت باش نبدل باش نغير انت اخبارك ايه؟ I'm good. ديزاين هو عباره عن كوكتيل دريس اغلب الكوكتيل دريس من القماش الاورجانزا الابيض اللي فيه خطوط اول ما حطيت الفستان على المانيكن بان انه في مشاكل مشان هيك ما مبين منيح بصراحه ما بينلبس طلع بالمرايه يعني وي ستيل وركينج اون ف اكيد لسه حيتظبط اكيد اكيد ما بحب انا حدا يقول لي ايه يلا ان شاء الله ان شاء الله وبعدين لا 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 فانا كنت يعني انه على اساس ايوه يعني I'm gonna do everything it takes اني اضبطه بس لما فضلت تسالني كده بدات اخاف I'm confident انه حقدر
حتقدر تزبطيها؟ Yes, definitely. بس بصراحة مرة ما كنت confident يعني من بعد ما سألتني مرتين ثلاثة. طب وأكيد أنت بدك تحطي لونين ومشتين وهيدا وهيديك وهي. كله confident فيه. الحين لازم أبدأ من جديد. Completely من جديد. يعني from scratch يعني. بالتوفيق. مو بس اكتئبت خفت. Like I can't wait بس الناس يشوفوا my first creation. حاسة روحي متربة شوية، حاسة إنه الموديل بتاعي حلو. يلا نستقبل تاني مجموعة من على رانوي فاشن ستار. لجنة بتصاميمكم وبنبدأ مع ريم عكرم. أوزية أنا وقت جيت على الأتوليه قلت لك إنه في شيء غلط بالبروبورشن وتركتك، وفعلا مش لابق مع بعضه، ما بعرف شو خص هيدا بهيدا. أنا شفت فستانك في جلد وأسود ومكشوف ومبين، بس بالنتيجة ما حسيت شيء. طب كتير مشغول حلو، يا ريت برا البليسي ويا ريت على تنورة ستريت، كان يمكن بيطلع أجمل بكتير. ريم شفتيها هوية نجلة من خلال تصميمها يعني ولا لا؟ يعني هوية عم جرب فتش على الهوية، لو ما نقيت هيدي الأبيض مع القماش اللي بتلمع، ولو الكونستركشن تبعيتي كان غير شيء، كان في شيء بالديزاين قلت لك إياها كان فظيع. أنه أنا هلأ اتفاجأت على رانواي صمت شيء تاني، بدي أقول أنه هويتها ولا لا لسه ما شفت. ما بوافق مع اللون الأبيض، لقى هالفستان صعب كتير ينلبس، بس بالنتيجة هيدي هويتك. وننتقل لعثمان. أنا بشوفه على شوتينج very fashion، بس كغيال إنه بنكون هلأ إنه فينا نلبسه ولا لا إنه كتير صعب. هنا حبيت الفستان بس ما بينلبس. بهالفستان هذا في خمس أفكار، واحدة بتكفي. في عندك identity، وأنا I expect منك أنت كتير أكتر من اللي ما شفته هلأ. مين ممكن يكون بأمان ومين لا؟ جاهزين؟ Good luck designers. هنا علامتك لفوزية. Red. إذا ما حسيت شيء ما فيني أحط غير Red. تاني Red Star لفوزية. يمكن في أغلاط كانت بس بدي أعطيها Gold Star. فرصة تانية. ريم عكرة أنت الوحيدة اللي فيكي تخلصي فوزية، فيكي تعطيها 3 Gold Stars. بالنسبة لإلي ما أخذت جولد ستار، ما في. للأسف فوزية مع جولد ستار واحدة تبقي بدائرة الخطر. ما عندي حد شيء بشوفه. بنتابع مع نجلة جولد أو ريد ستار. It's a gold star. أنا مع الجولد ستار واثنين جولد ستار. ريد. خلينا نشوف ريم عكرة شو رأيك؟ رح أعطيكي وحدة جولد ستار. مع ثلاثة جولد ستار للأسف نجلة تبقي بدائرة الخطر. I'm disappointed لكن كنت متوقعة، لأنه نفس الكومنتس اللي قالوها أنا أوافقهم الرأي. عثمان so خلينا نعرف أدي من ستار بتستاهل جولد. It's a red star. رح أعطيك جولد ستار. ريم عكرة قد ايه بيستاهل؟ بالنسبة لإلي
ما لازم يروح. قلبي كتير عم يضايق. بس ما بيستاهل 2 جول ستار، بس لازم اعطيه 2 جول ستار بقى. لما يروح 2 جول ستار. الف مبروك، مع 4 جول ستار تبقى بامان. Je me sens très bien, très 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 bien. Rima Akra taqs fiya min l'awwal. Inch'Allah tchouf li jay ykon hasan w hasan w hasan inch'Allah. I'm through to the next challenge and I'm so happy. اسمي لانا وعمري 23 سنة. أنا ولدت وخلقت بفرنسا، عشت تقريباً طول حياتي بس من أصول سورية. تعرفت على ماهر بلبنان، تعرفنا صدفة، يعني هو أكبر مني بس هو كان عايش بدبي وأنا عايشة بفرنسا. It was long distance يعني. تقلت على دبي، صار لنا 6 سنين متجوزين. هو بالارت وارت اند كرافت، هذا الشيء عمل فاونديشن يير بجامعه بباريس، بيعلموك كيف الفاندمنتلز بتوين ارت اند فاشن. تخرجت هالصيفيه من اسمنت دبي. عم يفكروني اني شايفه حالي بسهوله بس لانه انا شخصيتي قويه، اول ما يشوفوني الطويله الشقر النحيفه انه عم يفكروا هي البنت شايفه حالها مصدقة حالها. اسمي سمر مراد، من البحرين، عمري 35 سنة. أنا متزوجة وعندي بنت وولد. من وأنا صغيرة كنت عارفة أن أنا في داخلي فاشن ديزاينر، بس الظروف ما أسعفتني أني أدرس فاشن ديزاين. وعندي ماجستير في إسلامك فاينانس واشتغلت في البانكينج. وقبل كم سنة كنت أحس يعني عندي فراغ في داخلي وفي شيء إنه ما حققته. تركت الشغل ورجعت لحلم من الصغر اللي كنت أحب أصمم أزياء. أول تجربة لي كانت قبل سنة في إسطنبول في عرض أزياء الملابس المحتشمة، لاقى نجاح وإقبال من العالم. قررت أخذ تجربة فاشن ستار بتشجيع كبير من زوجي لأنه هي بيليفز إن مي. اسمي احمد الجيار، عندي 29 سنه، من مصر. انا كنت واثق ان انا عايز اكون فاشن ديزاينر من اول ما بدات اعمل اول سكتش من 15 سنه تقريبا. انا متجوز بقالي 4 سنين، زوجتي دايما بتشجعني ودايما واقفه في صفي، وعملت لها كذا فستان بايديا يعني، والاكسسوارز كمان انا بعملها. اخذنا اول تاسك اللي هو ازاي اعبر عن الايدنتي بتاعتي. كان صعب شويه ان انا اجمع كذا حاجه انا بحبها في تصميم واحد بس. الو هاي. الو هاي احمد. اخترت اورجانزا لونه بيربل، يكون هادي شويه. واخترت قماش مطرز وانا اقصه احطه بالشكل اللي انا عايزه. شو اختار نوعيه القماش؟ منها منيحة، التصميم ما في ابتكار، كتير ضعيف. في 20,000 ديزاينر في ولا خياط في يعمل هالشيء. ما بدك ترجع تشتغل. ما حسيت انه في شغل، ما حسيت انه في تفكير، بس مش عم بصدق انه عملت هيك شغله. دي اكثر حاجه مناسبه للوقت. لو كان في وقت اكتر كنت ممكن اعمل تصميم بياخد تطريز اكتر، لان انا بميل للحاجات اللي فيها تطريز جدا. هيدا الفستان $100 انا ما بشتريه، لانه بتشاينا اوكي في احلى من هيك، وفيك تعمل اوردر بيجيك على البيت. بالنسبه لي بكل الموجودين هون انت اضعف شخص. زياره هناء كانت محطمه للامل. هناء ونديم ما عجبهمش خالص، ما عجبهمش الالوان ولا الفابريك، وانا بصراحه مش عارف يعني اعمل ايه. احلى. الو. القماشه مش منيحه على الستيج، حيبين احلى مما هو الفستان،
يعني إذا زمطت هالمرة مرت الجاي ما بتزمن. أنا دائما بشتغل على مونوكروم كولرز، ستايلي كتير مينيماليستيك، قصات غريبة بتضلك بتلاقيها إنه هي بسيطة بس بنفس الوقت بتكون جديدة. ليزر تحته توب وبنطلون إيفازي من تحت ومفتوح من هون. هيدي مرة شو اليسار إذا بتلبسه؟ هي 36. So it is oversized. لأنه 36 بيكونوا كتفها تقريبا لهون وبيكون خسرة لهون. Yes. الكتف هون ما خصوا بالكتف هون. الصدر هون ما خصوا بالصدر هون. يعني بين الرسمي والفستان ما في أي علاقة. فيني ألبسه؟ يس فيك تلبسه. لما قاسته طلع يعني الأوفر سايز شوي زيادة وهذا كمان الشيء خلاني أقتنع أكثر إني غير. حبيت الجاكيت بلاقي لي إنه طويلة أوكي ما كان عندي مشكل بس حاسة إنه لما بقاسيه رح يكون في مشكل كبير. يعني إنه هي البنت اللي بدها تلبس تيبك عودة. إيه عودة. عودة طويلة ورفيعة. بدك تنتبهي على البروبورشنز ما تكوني معزقة بالقصات. ما عاد أحسن أحكي شيء إنه بلشت استحي و... ميدد ليش؟ It's embarrassing. I want to know. I miss you baby. ما هيك كثير جنتلمان دائما هيك بحب يعمل دول المفاجآت. Oh he says even بسكوت and misses you it's my cat and we can't wait to see you. عن جد هالسوربرايز يعني it made my day وعن جد Okay, I feel like working in a good mood again. قررت أسوي outfit simple ككات بدخل عليه signature theme مالتي اللي هي print خط عربي كوفي. أنا عملت الجرافيك ديزاين طبعته على كانفاس. شو مكتوب؟ شعر جلال الدين الرومي وبدخل عليه الابيض والاسود البرنت yes. بس برنت ما بيكفي تيعمل فستان انا ما بلاقي انه بتكون منافسه متوازنه وقت بيجي شخص مع فابريك عملها بيعطينا فستان قسم ابيض وقسم فابريك عمله قبل ولزقتهم سوا لو استعملت هالفابريك بمحل معين بتفصيل وعطيتينا ديزاين كامل وشامل بيعبر عنك انا ما عندي مشكله ما عجبهم الشغل أنا 70% من شغلك هو الفابريك فما أضفت شيء جديد شغلي ما حلو أنا أحس أنه نقص من قيمتي بس ما معناته أنه أنا ما أقدر أغير رأيهم أول شيء روقي ما في لزوم اشتغلت على القطعة الثانية عشان أثبت حق نديم أن أنا مسوي شغل أنت هلأ رسمتيها؟ أنت هون رسمتيها هو؟ بسرعة جاني إلهام أن أسوي new print أنه بيكون adult coloring book So you're gonna work on your shape زيد قماش وعاد اشتغلوا لوني ما تضيع ولا تك ولا لحظة ولا شيء شوف ردة فعل نديم نستقبل ثالث مجموعة معنا على رانوي فاشن ستار هاي كلمة لك غير كل شيء يعني حرام كان الآخر أحلى Oh.
نبدأ مع ريم ونشوف رأيها بتصاميمكم. منبلش بسمر. كنت مبلشة بالأرابيك كاليغرافي. أنا وقت اللي شفتهم قلت يا شو رح تقدر تعمل بالأرابيك كاليغرافي، شو فيها تعمل، صار خيالي رايح. بعدين غيروا لك رأيك. بدي أوضح، أنا قلت لها إذا استعملت القماشة بهالطريقة، لأن كانت القماشة 80% من الفستان طبعا. خافت لأنه سمر بتخاف. حاسس انه عندي مسؤوليه كبيره تجاهها. هلا موافق على اللي عملته هلا ولا لا؟ ليه؟ انه هالماشي والرسم عليها حديثه، في افكار، في اسيمتري بين الشمال واليمين والاسود والابيض، يعني اشتغلت سمعت شو قلنا لك وجربت تتقدمي. بالشغله اللي عملتها انه ما عندها كثير وقت وغيبته، انه كانت منيحه. فستان حلو بينلبس ديلي وير، كثير مهضوم. بحب أكتر إنه يراعي الفستان جسم المرأة، ما يكون هالقد كتير بعيد عنه. منروح لعند لانا. لانا ما في شيء لقيته له معنى، أنا عيد بالنسبة لإلي. ما بعرف لأي مرة عم تعمل التصميم. الجاكيت فيها شغل بس كهويتك منها معروفة لهلا. بنطلون عجقتي فتحتي له الفتحة، ولا الألوان ولا البروبورشن ولا الأفكار. أحمد فستانك نصحها للبنت كيف تقبل، طلعت ناصحة لأنه البروبورشن مش زابطة. هلأ كان في شيء هيدي الجرافيك ديزاين تبع التطريز زابط، رسمته كتير حلوة، ما كان في لزوم أبدا تعيدها تحت لأنه أثقلت الفستان. ما تزعل مني بس في شوية كسر، منه حلو، ما في شغل، ما شفت شيء حلو. Good luck, designers. Hannah, red or gold star la summer? Gold. Our gold star la summer. Nadim. It's a gold star. Summer, gold star. أكيد. ليه a gold star, summer. ريم عكرة شو رأيها؟ سمر أنت جاي لهون كنت خايفة مزبوط. رابع. A gold star. ألف مبروك. أربع جول ستارز لسمار وانت بألف أمان. فضلي. أحمد جاهز؟ ريد. أحمد بيستاهل جول ستار. أول جول ستار أحمد. It's a red star. So خلينا نشوف ريم عكرة إذا بدأت أعطيك ثلاثة. ما بقدر أعطيك جول ستار. للأسف أحمد مع جول ستار واحدة بتبقى بدائرة الخطر. فندق دينجر زون، فبقيت خايف جدا. يعني نديم قال ان انا ما اشتغلتش على الفستان كفايه، لا انا اشتغلت كتير على الفستان. فاديه لا انا دايما مع الفرصه الثانيه بس مش هالمره. سوري ريد ستار. للاسف ريد ستار لالي. انا بعطيك جولد. ثانك يو. حنعطيك ريد ستار. للاسف لانا تبقي بدائرة الخطر. I personally would not wear this because I just simply don't like the color and I don't do glitter. No glitter, no color. Yeah. Color glitter. آخر مجموعة ليلى عالم مسرح فاشن ستار. بحب يكون في ان element تكون مهضومة، تكون playful. اسمي ليال كازمان، عمري 22 سنة من لبنان. خلقت ببيئة لوحات أمي كانوا معلقين على الحيط، خلقت على أختي اللي عم ترسم سكتشز. كانت صعب علي أفهم إنه أهلاتي ما يقبلوا أنا أكون فاشن ديزاينر، لأنه كان طول حياتي أنا ما كان بدي أعمل شيء تاني. فور إكزامبل جدي قال لي إذا بتكون دكتورة بدفع لك كل القسط.
فاينلي رحنا واخذنا بيج فات لون لحتى فوت على تصميم الازياء. خجولة، بياخدني وقت لأتعود على حدا. رشا القطب، عمري 23 سنة، من الأردن، ولدت وتربيت بالسعودية لحتى صار عمري 12 سنة لأنا على دبي أنا وأهلي، ودرست في أزمود فنت حائزة على الجولدن نيدل. بحب استوحاء من مايكروبيولوجي، انه هاي كائنات مثل بكتيريا، بعتبرها نوع من شخصيتي انا، كاركتر مرح. انا هيك بالمجتمع، على طول دارك ليبستيك، اي لاينر، وشعري منكوش، يعني على طول ميسي. اسمي علي زينون، عمري 20 سنة، من لبنان، تعلمت فاشن ديزاين. أنا ما صار لي زمان مخرجت. بما إنه أنا أصغر مشتركة بفاشن ستار، وأقل وحدة يمكن عندها خبرة بين كل الكونتستنتس، بالنسبة إلي فاشن ستار بس لأنه فكت فيها هيدا ربح. J'étais parachutée dans la mode comme par hasard. أنا اسمي أمل جليل، 29 سنة، وجيتكم من جزر العاصمة. Quand j'ai eu mon bac, حبيت ندير une école de mode, mais mes parents ils étaient contre. Et pour faire plaisir à mes parents, دخلت الجامعة ودرست لغة إيطالية. مع الوقت عرفت أني لازم ندخل عالم فاشن. Je commence à exercer quelque chose que j'aime. J'ai décidé, au fin de l'année, de travailler sur la mode. J'ai préparé une première collection et c'était ma première expérience dans le domaine de la mode. في عام 2013, ربحت أول جائزة haute couture في فرنسا. كنت parmi des lauréats de grandes écoles de la mode que أنا, je suis autodidacte ou ما درتش école de mode. Je me suis dit que كل واحد amoureux de la mode, il pourra arriver à aller très très loin. Il fallait croire aux rêves et ne pas se faire des limites. أنا mon style, c'est le mix entre le féminin et le masculin. Je suis un grand féministe. Je design mes collections autour d'une femme audacieuse, d'une femme guerrière. Voilà, genre, c'est ça la femme que je vois, que je dessine, que je design, que j'imagine. Pour ce thème, le look Léana Khirto se compose d'une combi très ajustée avec une autre veste blazer façon homme. J'ai choisi des couleurs sombres. Usually, fashion style, بحب كتير volumes و mix of fabrics. قررت للفيرست تشالنج اعمل ان اوفرسايز ترنش كوت، بس على الخصر حيجي على قد الخصر، دايما تحت بالكيرت حتكون سوبر كبيرة مع كل التشيرات اللي تحتها والالوان. اكيد خلصت لون سوبر محل. تفاجئ ماي ايدنتيتي، قررت اعمل هذا الاسبوع توب ابيض وبانتس رصاصي اللي هن عبارة عن structural silhouettes. بالبانتس عملت شيب مستوحى من الاركيتكتشر اسمه brutalism. For the top استعملت الفake leather اللي هو كان كتير كانفاس منيح لإلي لحتى اعمل ماي بينتينج عليها، لانه دايما في playful element بالديزاين تبعي، فالplayful element حتكون على التوب هيدي المرة. قررت اعمل جاكيت وحيكون معمول من اورجانزا زهري وبنفسجي، وتحت الجاكيت حيكون قميص ازرق فاتح وبنطلون واسع. في كثير الوان. اوكي. انا كثير بحب الالوان النيون باستيل بالذات، وبحب كثير كولر بلوكينج، بتكون يكون فن ومرح ودمه خفيف يعني يكون. الالوان فيني اشوف انه صيفيه، بس هيدا ما بشوفه ينباع، ما بشوفه يلبس الا ل ميبي بنت بعمر 17 سنه، يعني هيدا الايدنتيتي تبعه لك. نعم، يعني اختصاص اطفال. مو اطفال بس من السن الصغير.
أنا شخصيتي طفولية، وإذا أزيائي هي شايفتهم طفولية هذا من رأيها. بدك تفكري وتشتغلي، أنا المود بورد ما عندي مشكلة فيهم، أوكي؟ في يكون اللي عندها أيدنتيتي تبعي، بس هو كيف بيترجموا بأزياء للست مش عمرها 15، عمرها 18 و20 و25 و30 وينباعوا بسهولة وبيقدروا ينباعوا بسهولة. رشا الديزاين تبعه لأولاد صغار، الألوان اللي هي بتنقيهم لأولاد صغار، قماش اللي هي نقته نوعاً ما لأولاد صغار، لازم هي تعرف لمين عم ترسم. مع هيك تصوير أنا ما بشوف في مجهود، ما بشوف في إبداع، ما بشوف شيء يلبس. أنا عارفة إنه ما حيدخل براسها التصميم لأنه هذا مو ستايلها. هي هون فاشن ستايل، يعني آخر شيء تعرف قوانين البرنامج إنه التياب لازم تنباع. لو هي 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 إيدنتي تبعولها حتبقى ولادية يعني حتفل. رأيها هي حرة. هذا الجمال بتصميم الأزياء إنه أنت لما تصمم أزياءك في ناس رح يعجبهم وفي ناس ما رح يعجبهم. هذا ستايلي، هاي أنا. هنا في اللوك هذا خيرت اون كولور اي لا كولور elle va se dégrader avec les textures. J'ai choisi du jersey de soie pour le haut de la combi et pour le pantalon j'ai choisi du crêpe. لازم تفكر انه لازم ينباع بالصيف صح. اخترت لون غامق اوكي الازرق. في فيلو هون وفي كتير اقمشه شايفه فيست يعني فوق هيدا كمام طوال يعني هيدا 100% شتوي يعني يعني انت منك بالصيف. أمار أعصبني كان ما بيتسلى اوكي احكي من يوم لبكره بس انه ما بيتسمم منه متقبل اي نقد. يعني انت بدك تقول من اول حلقه انه حنودعك صح؟ اوكي باي ميرسي. انا بدي فلس بدي فلس. زعلت okay. Il me semble qu'elle a pas aimé cette attitude. Je me suis dit peut-être c'est à cause de ça qu'elle a pas aimé l'attitude parce que je l'ai pas regardée. Peut-être j'étais intimidée, c'est par respect, j'ai pas osé la regarder comme ça. Mais c'était spontané. هاي دي صحة تباس اللي عنده إياها حتى عبنا كتير. Sorry, je me rattrape la prochaine fois. مش معطوا شتوي هيدا. حتكون سمعت الاخبار وي ناشر رقيقه حتكون و يس بتفكروا انه بس هي ترنش كوت عادي بس تحته حيكون في لايرز اوف تول اكيد مش من فوق مبلشين تما الشخص يشوب فيها من تحت. سوري شو هو فستان او كبوت؟ هو يعني شكل كوت بس هو اتس شكل كوت بس هو اتس دريس ما في او فستان او كبوت قربي كبوت تلبسي شيء تحته فستان ما بتلبسي شيء تحته ما تلبسي تحته لكن فستان فستان. أليس أو ما اشتغلت أو اشتغلت بطريقة كتير سطحية أو ما بتعرف بعد بركي من وراء عمرها شو فكرتها. صراحة شغلة ما عجبني. في عندها مجال تشتغل أحسن بكتير إذا فكرت شوي. أنا أخذت بوجهة نظرهم عم جرب ضبط شي للفستان تي يقدر يوصل فكرتي بأجمل صورة. دايماً كمان I have a playful element يعني it's not avant-garde طريقة إنه بس black أو industry. No, I have a playful element. What's playful? The illustration اللي هلا عم بعملها. Okay. Keep yes. going. Yes. Okay, خلاص. I will not worry about you. Yeah. Good luck. Thank you. أنا فهمت أنا شو عم جرب أقول. بغري. She pushed me to continue with my idea. It's my headpiece. Ooh. شوفي إذا فيك تمشي فيها. I love it. Amore. من الجزائر. كتير حلو اسمه. ميرسي. ولون القميص اللي لبسته كتير حلو. شكرا. جت ريم اكرا اي سيت اون بيل سوربريز. ال ديجاج دي زون دي اكستراوردينير سي ماجيك. في شيء حلو هون. في شيء حلو لانه جبت الترانسبيرنت مع الجاكيت الرجاليه. اي ثينك اتس جريت. اي ثينك اتس جريت. فرجيني البنطلون تبعها. اوكي. تشوف. شكلنا منحب الدراما. هيدي هي القصة. فستان سهرة. فستان سهرة دراما. ودراما بين المانز وال اوكي. سو هي هي الايدنتيتي تبعيتها. انت بالنسبة لإلي هلا ماسكلين فيمينين والدراما. يس. هيك رح سميه. اوكي. ريم اكراي. افي ديريكتومون كومبري سيتي كوا مون ستيل. Je suis stressée, mais il me semble que c'est normal et j'espère que راح يعجبكم comme le style. انا عاجبني مرتاحه فيه بس انا اكثر شيء خايفه الصراحه منه هو هذا. وش في لك؟
عم بحكي قلت لك عليه اذا انا عم بدق قلبها لا تسرع. حبيت هاللبس. ريم، بدنا نسمع رأيك بهالمجموعة. نبلش بليال. في شي حلو بروبورشن بالألوان، بعرف إنه أنت دهنت هيدي العين والبلانت، بس بيناتنا بيني وبينك هيدي بتخوف، بس في ايدنتيتي. تصميمك حديث، فيه أفكار. أنا ما خفت أبداً من العين والبلانت أبداً، عجبتني كتير رسمي وهيدي رسمتك، شغل كتير منيح منك. ليال، كتير حبيت اللي قدمتيه، very stylish، very modern. بالنسبة لرشا، رشا أنا ما عندي مشكلة مع الألوان، بس اللي ما حبيته إنه مش لايقين مع بعض. جمسوت لحاله بركي كان مشي، يعني جربت تفوتي على أفكار مختلفة عن الأفكار اللي كان عندك إياها، وبالنتيجة عم جربت تعبري عن هويتك. الكوت الزهر اللي جاي فوقه، يعني إذا حدا لبس الجمسوت ما بعرف كيف رح يقدر يلبس الكوت. هيدا الكوت اللي انت عملتيه، يعني انا اول شيء ماني موافقه القماشه اللي انت استعملتيها، ما عطيت كوت، ما عطيت قوه. يعني لو كان ما يبين بلاستيك ترانسبارون بيعطي فوليوم، بيعطيها قوه، بتصير هيك كلها مع بعضها. ايه في شيء، بس مثل ما شفته ما بشوف ولا شخص فيه يلبسه. يعني لا، امور امور. اول ما شفتك شفت ديزاينر، شفت ايدنتيتي. امور، بدي خلصك برايي تنفيذ التصميم تبعك كان منيح من قدام، من ورا في كتير تفاصيل منا ماشي، بس بالنتيجه في عنا فكره واضحه عن شو بتحب تصمم. حسه اشتغل اكثر شيء على الجماليه على الرنوي، يعني وقت بنشوفه هيك بنقول كتير تصميم قوي، شخصيه قويه، كتير حلو. هل انت متاثر بسان لوران؟ لأنه شفت قدامي جاكيت من وحي سان لوران يلي شفناها مؤخرا، وبالنسبة للفينيساج كتير رائع. يعطيك ألف عافية. أليس، أول ما طلعت باللوك حسيته في شيء إنه حلو عجبني، بس بعدين صرت بتطلع بحالي بسأل إنه بينلبس بسهولة ولا لا. هوية اللي طالبينها إيه موجودة. تصميم شوي بلايفول وفيه حركة وشغل حديث، في أفكار. هيدول الألوان مش حيلا واحد بلونهم، هيدول ألوان مهمين. بعدين ضعنا بالترانش كوت والقبة الكبيرة وما بعرف شو حطينا على القبة، بدنا نرجع نركزك ونساعدك حتى فرجيك شو هي الايدنتيتي، لأنه في عندك ايدنتيتي. برافو. مين بيكمل معنا الأسبوع المقبل ومين احتمال خروجه من المنافسة الليلة؟ Good luck designers. نديم، علامتك لليال. Gold. ليال very gold. بتستاهلي
جول ستار. 4 جول ستارز، ألف مبروك ليال، أنت بأمان. بسطت انه يعني كلهم قالوا انه they saw the identity وهذا اكثر شيء مبسطة فيه و I can't wait to show them انه حتبقى. بنتابع مع رشا وعلامة من فادية، جولد او ريد ستار؟ رشا كتير خايفة، رح اعطيكي جولد. ريد. قرار صعب، عملت قطعتين كل واحدة لحالها بيمشي. صحيح، كل واحدة لوحدة حلوة. لا، اللي شفته أنا بيعجبني التصميم اللي عملته، منه لأولاد صغار. لا مرة، بركي حديثة، بركي مش ببلادنا، بس في ست تلبس هالتيب. أنا ما بلبس. في عالم تلبس بركي. ولا أنا. أوكي، لكن إتس أنا أعطيني إتس جولد ستار. جولد ستار. ريد ستار. للأسف مع ريد ستار بتكوني بدائرة الخطأ. الردود متوقعة كانت صراحة ومتوقعتها، بس بنشوف إن شاء الله المرة الجاي بنحاول أكثر. أمور، مستعد تعرف علامتك من عند هنا؟ جولد. طيب أنا راح أعطي جولد. أمور جولد لأنك تستحقها. أعطيك جولد ستار. 4 جولد ستارز، ألف مبروك أمار. Bien sûr, je suis heureux et plus honoré que Rim Akra arrive à me représenter comme un designer. C'est quelque chose, ce n'est pas rien du tout. Ça peut dire beaucoup de choses. وصلنا لآخر مشتركة معنا وهي أليس. خلينا نعرف علامة هنا. جولد. أكيد جولد. جولد ستار. رح أعطيكي جولد ستار. 4 جولد ستارز وألف مبروك أليس، أنت بألف أمان، تفضلي. كثير انبسطت، أخذت 4 جولد ستارز وحبوا الجادجز. في كم ملاحظة لما تجي بزبطهم. وبانتظار نتيجة الليلة بنتابع سوا هالتقرير. Hi designers, كيفكن؟ Good. It's very important for a designer to constantly change the environment تبعه. فحبينا نرجع نغير لون الحيط عندكن هون بالcreative lounge. وقلت ما بدي أنا نقلكن إياه، ليه ما مننقيه سوا؟ أول شيء بدي خبركن كيف نحنا منستوحي بجوتن. منسافر حول العالم. We pick up what's trendy, what's in. وكرمال هيك نحنا we develop 3 different trends. Trend 1 سميناها City Motions. ألوانا blues, marble grays, warm browns. الكولكشن الثانية اللي هي أنا my personal favorite اسمها Silent Serenity. It's for those who escape, اللي بياخدوا long road trips. It's a relaxing color. كرمال هيك نقيت لكم هيدا. هفرجيكم last collection يلي هي mainly greens. وهيدي الكولكشن اتس مور لش، اتس انسبايرد باي لايك ا تروبيكال جونجل ان ايجيا، فكتير وايلد بوتانيكال. اذا بدنا نلبق لون فينا ننقي نفس اللون الوان افتح او اغمق. اذا بدنا نلبق لونين من ديفرنت فاميليز ساعتها بنستعمل نفس الكولر سترينث. It's a way of matching colors. That's amazing. Thank you. Good. Perfect. I'm happy you like it. فهلا كل واحد يختار لونه. طيب تفرجونا اختياراتكم. So عندنا 1, 2, 3, 4 of the same color. So هيدا هو اللون ل Jolton Inspiration Lounge. Laurel is the winner. تعرفنا على المصممين 13 كل واحد عبر عن هويته من خلال تصميم واحد، وصار الوقت انه اعضاء لجنة التحكيم ينتقلوا لغرفة الاجتماعات ويوصلوا لقرار مشترك. سو يا اهلا وسهلا فيكم. عم بتطلع هون صار في 6 بدينجر زون.
مياسة. مياسة اختارت أول شيء ألوان تشبه المرأة الخليجية، قلت أنا لازم نعطيها فرصة تانية. أحاول أني أكون أفكر بإيجابية، ما أحاول أني أفكر بسلبية. ناجلة تعمل تيب بيتباع و... يعني امرأة عم تجرب تثبت حالها. هيدي إذا بقيناها. هلا لنشوف أحمد. الآن لو ما بيعرف يختار القماش الصح، حتى الديزاين تبعه كبير من تحت ومن فوق. جد مبين مبين. هي أكيد الموضوع ضعيفة، معقول يحدين بين الناس؟ لا. خلينا نحكي عن رشا. رح تعطي أكثر شيء هلا كومنتس مو كويس. لا الخياطة أول شيء غلط، القماشة غلط، كل شيء غلط. محل بحطه أنا بستغرب لو هي بالمحل، ما عارف درجع على المحل تبعولك. لا مش معقول. أنا بشوف إيه إنه هيدي الجاكيت والقصات اللي عملتهم فيهم شيء، بس ألوان غلط. استغربت يعني أنا أعتبروه معجق بالألوان ملابة، وأنا ما عرفت كيف شافوا هيك. فوزية طلع لها وحدة جولد لأنه شلقت سيئة. أنا موافق مع فادي، عندها أفكار، ما في تناسق بين فوق وتحت، وافتكر كلنا أنه ليا إينا نتصور وما عارفين شنو يعمل. أوكي، قررتوا مين راح تخلصوا؟ أوكي، وأنا قررت مين راح طلع. فينا نعرف مين؟ لا لا، يلا تفضل على ستيج. وصلنا لنهاية البرايم الأول من برنامج فاشن ستار بموسمه الثالث، ووصلنا للحظة يلي الكل ناطرينا، مين بيكمل بالحلقات المقبلة ومين بيغادرنا الليلة لأنه ما عنده المؤهلات ليكون ذا فاشن ستار. نطلب من كل الديزاينرز يلي موجودين بدائرة الخطر يتفضلوا على المسرح. القرار كان صعب كتير، بس للأسف بقانون البرنامج مشترك بيغادر بنهاية كل حلقة. 6 مشتركين من أصل 13 بمرحلة الخطر. وصلنا للحظة الحاسمة، مين ممكن يغادر الليلة؟ مياسة، لانا، فوزية، أحمد، نجلة، أو رشا؟ هنا فيك تخلصي مشترك واحد، ونديم كمان، أما ريم عكرة فالمهمة الأصعب لإلك، لازم تختاري مين بيغادر ليلى. هنا مين بدك تخلصي اليوم؟ ياسمين. أوه ماي جاد، استني هنا أخلصني. نجلة. نجلة ألف مبروك. تفضلي. ألف ألف مبروك. كومبليتلي شوك، لأنني الوحيدة اللي عطتني ريد ستار، ما أتوقعك يعني. وبنتابع معك نديم، فيك تخلص مصمم؟ راح أخلص لنا. لنا ألف ألف مبروك. الحمد لله عن جد فرصة و I'm sure I deserve it. ريم عكرة، القرار الأخير لإلك، لمين رح تقولي الجملة اللي ما حدا بده يسمع؟ مياسة، فوزية، أحمد، ورشا. واحد منكن مفروض يتركنا اليوم، مين حيكون؟ رح تبقوا كلياتكم بالمسابقة للحلقة الثانية. مميزة لكل المشاركين الموجودين بدائرة الخطر، ونشوفهم بينافسوا بعض
ويتنافسوا على اللقب في الحلقة القادمة. نتمنى لكم التوفيق في مهمة جديدة الأسبوع المقبل. تصبحوا على ألف خير. مبسوطة ان بقى عندي فرصة تانية اشتغل اكتر على التصميمات بتاعتي. فاجأتنا ريم بقرارها، بفتكر كانت فكرة كتير حلوة.